Morning, London, ladies and gentlemen, dear theater artists all over the world, dear guests. Today, the Cairo International Festival for Contemporary and Experimental Theater returns after its lights were dimmed for more than five. عندما اجتمع المسرحيون في مؤتمرين القوى وأصروا على العودة التي توازن بين الاتصال والانفصال. اتصال مع ما سبق، فللمهرجان تاريخ لا يجب ولا يصح التغاضي عنه، وله سمعة دولية اكتسبها على مدار 22 دولة أصدر فيها ما يزيد عن 600 كتاب، أثرت المكتبتين المصرية والعربية